ورفع جاهز للهياكل الجامعة الوطنية التشكيلي الصف المتحصن للجمعيات من أجل نصرة قضايا الطفولة والشباب وتثبيت الحق في العطلة المنظمة والمقطعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة ديال اللقاءات اللي كتدير المكتب الجامعي مع المكاتب الجهوية في إطار يعني فتح واحد النقاش حول يعني البرنامج الوطني التنشيطي للكل، باش أنه نعطيو الصورة للمكونات كانت معنا معنا، وفي نفس الوقت نسمعوا الآراء يعني المقترحات ديالهم ورأيهم في هذا البرنامج. فالحمد لله كان هناك واحد النوع من التفاعل بشكل إيجابي، كاين هناك مقترحات ديال المقابل بالشروط، كاين مقترحات ديال لماذا لا فتح يعني المؤسسات التعليمية، لماذا لا كاين فضاءات يعني موجود اللي غيكونش فيها يعني فضاءات ديال الوزارة، لماذا لا نفكر في اعتماد فضاءات ديال مؤسسات خاصة باش يمكن أننا نستغلوا يعني الوليدات خلال هذا البرنامج هذا في ظروف يعني تحافظ على الكرامة ديالهم، إضافة إلى ضرورة توفير الوسائل اللوجستيكية والتنشيطية باش يمكن الجمعيات أنها تستقبل الوليدات في هذا الفضاءات. أو شيء تهاون هنا فين يمكن المدخل؟ الصعوبة الآن وانتم يمكن تبعتوا هذه سنتين هي في التراكم ديال الجمعيات. واللي تشكو عضو المكتب الجامعي سي سعيد بوحي الحضور معنا في هذا اللقاء، واللي تشكو الرئيس ديال المكتب الجهوي الاخ السمناري، وبهذه المناسبه كان واحد النقاش مسؤول وجاد من جميع الفرق الإخوة والأخوات الأعضاء المنخرطين في الجامعة الوطنية للتخييم حول البرنامج الوطني للتنشيط القومي. فعلا كانت هناك مجموعة أسئلة موجهة للمكتب الجامعي الجهوي الجامعة الوطنية للتخييم، وكذلك هناك مجموعة ديال الاقتراحات من طرف الإخوة والأخوات المتدخلين واللي اتفقوا بالإجماع على المشاركة في هذا البرنامج الوطني للتنشيط القومي، ولكن بشروط. أولا الفضاءات تكون ملائمة، كذلك معدات وتجهيزات، كذلك بالنسبة للتغذية تكون متوفرة وملائمة، كذلك توفير وسائل التنقل، كذلك المدة أنها غير كافية خصها ترتفع من 8 إلى 10 أيام، كذلك بالنسبة تكون واحد المنحة لهذه الجمعيات اللي غتشارك باش توفر لها الشروط الملائمة لاستقبال الأطفال ديالنا ديال التخييم، وكذلك أن سواء المكتب الجامعي ولا بالنسبة للمكتب الجهوي طرح مسألة ديال البرنامج يستوفي فيه الشروط الملائمة حتى يستفيد الأطفال ديالنا بالترفيه وكذلك التثقيف في هذه المحطة المهمة باش الأطفال ديالنا اللي مروا بواحد المرحلة صعبة ديال الدراسة هذه سنتين وكذلك الحالة النفسية ديالهم أنهم يترفعوا على نفسهم ويجدوا كذلك فضاءات ملائمة للتخييم.